معلش عملنا قعدة لللايف تاني عشان جالنا برضو اتصالات قطعت اللايف. هنبدأ من جديد. احنا امبارح يا جماعة عملنا لايف وقلنا هنقدم هدية لأكتر واحدة عملت مشاركة معانا ومنشنت لأصدقائها، ووعدنا ان احنا في كل لايف هنقدم برضو هدايا. تمام. اولا الهدية بتاعت اللايف ده اللي احنا هنقدمها اللايف الجاي ان شاء الله، يعني احنا دلوقتي هنصور دلوقتي مجموعة اللي احنا قدامنا دي كده، هدية الواحدة بس، هدية الواحدة بس اللي هتعمل اكتر مشاركات معانا، اكتر مشاركات هتعملها وتمنشن لاصدقائها هتاخد المجموعة دي، هتاخد الطقم ده اللي هو 3 قطع من التوابل، وتاخد طقم كمان للتسالي تعمل في الرز واللبن، تعمل فيه مهلبية بالمعالق بتاعته، وهتاخد مع السكرية، وهتاخد كمان مع ازازة المية دي. تمام. يعني دول مقدمين هدية لواحدة بس اللي هتعمل اكتر عدد مشاركات في اللايف ده. اللايف ده وهنعلن عن اسم الجايزة، عن اسم اللي فايز اللايف اللي جاي. تمام. طب طبعا انتوا بتستنوا مين اللي فاز في اللايف اللي فات. اللايف اللي فات اللي فاز معانا كان مين يا خالد لو سمحت؟ هات كده اسمها. اكتر واحدة عملت مشاركات معانا، اكتر واحدة عملت مشاركات معانا في اللايف اللي فات ومنشنت كانت الاخت كنوز مالك. يبقى اللي فازت بهدية مقدمة من معرض كريم للأدوات المنزلية كنوز مالك، هنشوفها قدامنا اهي اللي هي صفحتها اهي، دي اللي فازت معانا اللايف اللي فات. الف الف مبروك. يا ترى مين هيفوز معانا اللايف اللي احنا هنشغله هنبدأ بيه النهاردة؟ مين هيفوز معانا برضو بالاربع هدايا اللي احنا مقدمينهم اللي احنا صورناهم دلوقتي؟ هتفوز معانا اكتر واحدة هتعمل معانا مشاركات وهتمنشن، هي اللي هتفوز معانا بالمجموعة الهدايا دي. يبقى الف مبروك للاخت كنوز مالك، هي اللي فازت معانا اكتر واحدة عملت مشاركات. الف الف مبروك كنوز مالك. في انتظارك طبعا تيجي تستلمي هديتك هنا من داخل معرض كريم للادوات المنزلية في دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية، بجوار قصر الفرج وقرات للأساس. أي وقت تيجي من الساعة 1 الظهر للساعة 1 بالليل ما عدا الجمعة بيكون أجازة. هتيجي بالموبايل بتاعك طبعا عشان تعرفينا اسمك إن أنت اللي فزتي. نشيل بقى هنا مجموعة الهدايا اللي قلنا دي هتكون الهدايا للي هتعمل أكتر مشاركة النهاردة. الأربع هدايا دول لواحدة بس اللي هتعمل أكبر عدد من المشاركات. وهنبدأ نستعرض اللايف النهاردة هيكون عبارة عن ايه والشغل اللي دخل لنا النهاردة. بسم الله توكلنا على الله. لو سمحت كده البونبونيرة يا خالد وصل النهاردة بفضل الله. بونبونيرة مستطيلة سلفر تركي، وصل منها اللون الفضي واللون الجولد. انا عايزه التعليقات، عايزه المشاركات عشان نشوف مين هيفوز معانا. فين المشاركات؟ ورينا كده بقى ايه وقولوا لنا الصوره حلوه او لا وعرفونا. تمام. المزوره معاك يا خالد بعد اذنك. انت عايزه المزوره عشان نشوف قيس لي كده الطول في العرض بالنسبه للبونبونيره. على فكره البونبونيره دي سعرها فعلا فرصه تعتبر ببلاش. كم؟ 26 سنتي. ده بالنسبة من هنا لهنا 26. طب بالنسبة للعرض، العرض بتاعها 18 سنتي. طب الارتفاع، الارتفاع لهنا، انا عايزة الارتفاع لهنا كده. الارتفاع 20. احنا كده قسناها عشان برضو تقدروا تقيموا ان البونبونيرة دي مقاسها كام في كام. تمام. طب مواصفاتها ايه لو احنا خدنا بالنا كده؟ انا مش شايفة على فكرة اي تعليقات تقول الصورة حلوة او مش حلوة او النظام ازاي وفين المشاركات. يا جماعة شجعونا كده بالمشاركات وكل يمنشن عشان نشوف مين هيفوز معانا. هنا البونبونيرة دي برضو هنشوفها كده ليها 4 رجلين. تمام. قلنا سعرها على فكرة تحفة، يعتبر سعرها ببلاش. شايفين الشغل اللي عليها كله كده شغل، شكلها من جوه اهي.
شايفين؟ دي شكل البونبونيرة الذهبي او اللون الجولد بمعنى اصح، لونها جولد مفرغة من الداخل، الغطاء بتاعها اهون تمام، شايفين الشكل بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها فوق فوق الروعة. موديل لسه نازل جديد، موديل جديد ومنه اللون الفضي، يعني انت ميالة للذهبي موجود، ميالة للفضي برضو موجود، وقلنا سعرها يعتبر ببلاش. اللايف ده يا جماعة احنا بننزل لكم اللايف بالاسعار، لان احنا اسعار بنعرضها اقل كمان من جملتها، فبتكون فرص ان انت تلحقي تستفيدي بيها بالسعر بتاعها، وهي لسه جاية بسعر يعتبر فرط، يعني اقل من سعرها. ده نفس الموديل بس على لون فضي، الرجلين اهين باربع رجلين، وقلنا المقاسات، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده خطيرة. الشغل عليها كله فرغ مفرغ، شغل مفرغ، مخروط مفرغ من الداخل اهون، شغلها من الداخل بسم الله ما شاء الله. طب سعرها دي كمان معانا كام؟ ده سعرها يعتبر ببلاش بجد، لما يكون منتج مستورد تركي. البونبونيرة الذهبي دي توقعه بكام؟ البونبونيرة الذهبي دي احنا معانا دي ب 290 جنيه بس. اه والله بس 290 جنيه يعني ببلاش بونبونيرة بالمقاسات اللي احنا قلناها دي كمان، وب 290 جنيه. الجمال اللي احنا قدامنا ده اهو ب 290 جنيه، احنا شغلنا كله على الطبيعه. طب الفضي، الفضي دايما بيكون سعره اقل حاجه بسيطه عن الذهبي، الفضي سعره معانا 275 جنيه، دي اهي الجمال ده اهو ب 275 جنيه يا بلاش، والله يا بلاش. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، 275 جنيه الفضي، والذهبي ب 290 جنيه، يعني هتجيب لك واحده على ترابيزه الصالون وتجيب لك واحده على ترابيزه الانتريه، وفعلا سعره يعتبر ببلاش ببلاش. انا في انتظار تعليقاتكم ومنشناتكم، واعملوا مشاركات كتير يا جماعه. اللي بعده يا خالد لو سمحت. دي حاجة بسيطة كده رقيقة بسعر فرط ببلاش يعتبر. الطقم ده صينية صغيرة محندقة كده، حاجة كيوت، وهقول لكم برضو مقاس الصينية كام بالظبط بالسنتي لو سمحت. اسلي دي كده اسلي يا خالد. الصينية دي 21 سنتي، طب ما نقول 20 بقى تيجي على الواحد، يعني صينية 20 سنتي. انت بتقيسها منين يا خالد؟ القيس قيس القطر بيبقى من هنا لهنا كده يا خالد. 20، شوف انا قلت 20. صينية من الداخل، مراية، مراية اهي من الداخل، يعني الجزء اللي جوه ده مراية، هنا سلفر معدن تمام، 20 سنتي، حاجة كده تحفة. وقلنا السعر ببلاش، احنا جايبين اسعار اقل 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 من جملتها كمان، فرصة. ودي كلها الاعضاء معرض كريم للادوات المنزلية. الصينية كمان ليها رجلين، الصينية من تحت اهي، قطعة المراية من تحتها هنلاقي جزء من السلفر بتلات رجلين، صينية كيوت كده، حاجة كده رقيقة لأبعد الحدود. شايفين الشغل؟ خامتها جميلة جدا، وفيها ميزة كمان الطقم ده، بتحبي الفنجان حطنا لك اتنين فنجان اهمن، يعني الفناجين اتنين فنجان اهو. طبعا الجزء فوق ده كده بيكون بورسلين، والجزء اللي تحت ده بيكون اللي هو السيلفر المعدن. شايفين جمال ورقة الفنجان؟ طب انا بحب اشرب في الفنجان، ادا معاكي اتنين فنجان. طب بتحبي تشربي القهوة في كوباية، حطنا لك برضو اتنين كوباية، يلا ملكيش حجة عشان تشربي شوية القهوة بقى وآخر مزاج، يبقى معانا اتنين فنجان واتنين كوباية
ومعانا كمان سكريه صغيره كيوت خالص، حاجه كده جميله اخر رقه بجد، حاجه محندقه زي ما بيقولوا. ده الطقم اللي هو السيلفر باللون الفضي، وقلنا سعره يعتبر فرد، سعره يعتبر ببلاش. توقعوا ده هيكون بكام؟ بس بكام يا خالد؟ توقعوا بكام؟ ده ب 230 جنيه. طب والله ببلاش يعتبر، الجمال ده كله ب 230 جنيه. بقى للي يلحق يبقى مبروك عليه، الجمال ده كله ب 230 جنيه. طقم عباره عن الصينيه، الصينيه ارضيتها من المرايات، باتنين كوبايه قهوه، اتنين فنجان بورسلين باليد، وكمان معاهم قطعه السكريه المحندقه دي، وب 230 جنيه فقط يا جماعه. والله ده هو ب 230 جنيه بس. طب نخش على الجولد، عيني محتاره ما بين الفضي وما بين الجولد من جمالهم بجد، ما بين الفضي وما بين الجولد. تمام خالد، انا مش ظاهر عندي حاجه، شوف كده عندك. عايزين مشاركات يا جماعه، فين المشاركات؟ عايزه مشاركات كتير، فين تعليقاتكم؟ ده اللون الجولد، شايفين الفنجان؟ بسم الله ما شاء الله، شغل الفنجان. قلنا الفنجان عدد اتنين فنجان، طقم عدد اتنين فنجان بالجمال ده، وعدد واحد سكريه من البورسلين، عدد طب اعمل ده كمان يلا، عدد اتنين كوباية قهوة صغيرة ومحندقة اهي معانا، بسم الله ما شاء الله. وريني كده بعد اذنك، والمراية اللي هي الصينية، فين ال شايفين الجمال بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. انا عايزه مشاركات كتير، كده المشاركات قليله جدا، انا عايزه اكتر من كده يا جماعه عشان نشوف مين هيفوز معانا. بس يا فاطمه بعد اذنك، دي شكل الصينيه، قلنا مرايه من جوه من الداخل، ارضيتها واقفه هي على سيلفر معدن، والصينيه التلات رجلين، فشكلها الواحده والله كيوت اخر حاجه زي ما بيقولوا. تمام نرص تاني، قلنا اتنين كوبايه، شوف حجم الكوبايه، انا عمري ما شفت حجم الكوبايه قد دي، كوبايه قهوه يا دوب شفت تاني. حجم الكوبايه حلو قوي، حاجه مختلفه كده، اتنين فنجان وسكريه. طب الطقم ده بكام؟ الطقم الذهبي ب 245 جنيه، يبقى الطقم الجولد ب 245 جنيه، اقل من سعره جوه بلده، جوه تركيا ذات نفسها 245 جنيه. والطقم الفضي 230 جنيه. مين يا خالد؟ شيري برضو حبيبة امها، كمان بتقولي شيرت كتير، انا عايزاك تشيري اكتر واكتر، وكمان ما تنسيش تعملي منشن عشان الله اعلم مين هيفوز معانا. واللي هيفوز معانا هيكون بكرة ان شاء الله، هنقول مين اللي هيفوز في اللايف بتاع النهاردة. احنا بنقدم اللايف وتاني يوم بنديكوا فرصة ان انتوا تفضلوا تعملوا مشاركات ومنشن لحد تاني يوم الظهر كده، نبدأ نشوف مين كسبت معانا في اللايف، وبنعلن في اللايف اللي بعده على طول مين هيكون معانا كسب. قلنا بالنسبه للطقمين دول، الطقم الفضي 230 والطقم الجولد 245، ويعتبر اسعار قلنا اقل من جملتها مع الجمال اللي احنا شايفينه ده. اللي بعده خليك كده ورينا لو سمحت طقمين الصواني، على ما اعتقد شيل دول كده اول بالراحه على مهلك، على مهلنا.
ده طقم لست افراد، اللي فات كان لفردين، الطقم ده لست افراد، الطقم ده لست افراد. انا عايزه يا جماعه اكتر، عايزه مشاركات اكتر، الكل يمنشن، عايزه الكل يمنشن لاصدقائه عشان يخشوا يشوفوا معانا اللايف، الكل يعمل مشاركات وهنشوف يا ترى مين هيفوز معانا. بسم الله. الطقم ده قلنا ست افراد، عباره عن استكانه باليد سيلفر، خامه تقيله نظيفه جدا. الاستكانه الكنار بتاعها من اخد بلاتين، الكنار بتاعها اخد بلاتين، يبقى سته استكانه وسته طبق من السيلفر بلون البلاتين اهو. كمان معانا صينيه، الصينيه الواحده حتى انت تقدمي فيها الواحده فرضاني تساوي تقولها فلوس زي ما بيقول. الصينيه بلون البلاتين والايد بتاعتها ذهبي جولد. الصينيه شايفين جمال الايد، جمال الايد بتاع الصينيه والشغل اللي عليها، بسم الله ما شاء الله. والصينيه كبيره، الصينيه كبيره تجي لها قد ايه؟ ده 20 40، الصينيه تجي لها 50 سنتي، استنى كده، ده 20 حوالي من 50 في 40 سنتي الصينيه الواحده، يعني الواحده قيمه كمان، يعني ما بالك كمان لما بنحط عليها كمان طقم القهوه فبتبقى كمان اخر شياكه. تمام، دي بالنسبه للون اللي هو الفضي لون البلاتين. وفي منها على فكره برضو الذهبي، هوريكم برضو الذهبي، الذهبي كده لو سمحت يا خالد بعد اذنك. شفت كده الذهبي، بسم الله ما شاء الله، ما كله احلى حسب عشان الكاس ده كله احلى من بعضه. شايفين دي الذهبي، بتحبي الحاجه الهاديه جدا عندك البلاتين او الفضي، بتحبي الحاجه الزهره جدا عندك الذهبي اللي هو الجولد، يعني مالكيش حاجه، كل طلباتك موجوده بمعرض كريم للادوات المنزليه. وقلنا عنواننا في دمياط باب الحرس مستشفى الجلديه صيدليه الجمهوريه، تاني شارع بعد الصيدليه، بجوار كرات للاساس وقصر الفرج، وعندنا توصيل لحد عندك لو ما انتيش كمان عارفه تيجي، يعني مالكيش حاجه يا جميل. تمام، بسم الله. دي اللي شكل الاستكانه الجولد، استكانه جولد اهي، طبعا هي بتبقى من الزجاج، اللون من فوق هنا ذهبي، الايد ذهبي برضو، معدن الايد دي معدن على فكره. تمام، تبقى عددها ستة استكانه، عدد ستة استكانه وستة طبق للاستكانه، ستة طبق للاستكانه اهي. معانا الصينيه، قلنا لوحدها الصينيه حتى الواحده لو استعملناها وحطيناها حتى كاسات في التقديم، الصينيه الواحده تستاهل تقلها ذهب زي ما بيقولوا. بسم الله ما شاء الله خطيره، شكل الايد بتاعه الصينيه كمان حاجه وهم، يعني الطقم ده ستة استكانه، ستة طبق للاستكانه ومعاهم الصينيه. طب الاسعار معانا ايه؟ الاسعار معانا قلنا احنا اسعار دمار شامل زي ما بيقولوا كده، بجد اسعار تعتبر ببلاش. الطقم اللي معانا الفضي ده ب 750، ستة افراد، وده لست افراد يعني ست قطع ب 800 جنيه، يبقى الجولد ب 800 واللون الفضي البلاتين ب 750 جنيه، والاتنين احلى من بعض. نشوف برضو اللي بعده، خليكم معانا اللي بعده يا خالد بعد اذنك. يلا فين المشاركات يا جماعه؟ ورونا المشاركات. ما نشيل ده اول، ماشي هاتوا كده. طقم الباسكت ده من افخم افخم الاطقم عندنا، الطقم ده من افخم افخم الاطقم اللي موجوده عندنا، طقم باسكت بعلبة المناديل، طقم باسكت بعلبة المناديل، طقم فخم، طقم كبير، حاجة كده خطيرة زي ما بيقولوا. شايفين الجمال هنا معانا، اوريكم شايفين مخروط ازاي، بسم الله ما شاء الله. على فكرة مفيش تعليقات ظاهرة عندي خالص، لو في الموبايل في تعليقات يجيبهولي هنا لو سمحتوا، يجيبهولي هنا الموبايل لو ظاهر عندك تعليقات عشان اتابعها، يقولي كده وحطولي هنا. مش عارفة مش ظاهر عندي أي تعليقات، أيوة لا هاتوا هنا يا حبيبي، بس كتر خيرك. تمام،
انا بقول روفانا مخاريطة، انا والله بقول الاسعار كل حاجة، بقول سعرها هنا برضو. ان شاء الله دنيتي احلى بوجودك، ان شاء الله تكسبي، قولي يا رب، واعملي مشاركات معانا كتير عشان تكسبي. حبيبة امها برضو بتقول يا رب عايز اكسب، انا عايزة اكتر من كده مشاركات عشان يكون لك نصيب. وعد وليد برضو انت ناقصك برضو مشاركات، واعملي منشن، منشن لأصلاح باطب كده كتير عشان يخش برضو معانا على اللايف، لان احنا بعد اللايف بنبدأ نعمل متابعات، ومن اثناء اللايف لحد تاني يوم الظهر عشان نعرف ونقول مين هيكسب. رضاك يا رب، ربنا ييسر يا رب، من نجاح لنجاح. اعملي كمان مش لازم مشاركات ومنشن عشان يكون لك نصيب انك تفوزي. نبدأ نكمل شرح. هنا قلنا ده طقم باسكت مع علبة مناديل. الباسكت ده معروف بتحطيه في الصالون، في اوض النوم حسب رغبتك. باسكت كبير فخم جدا. الغطا ده بغطا، ده غطا بيشال، حط فيه من هنا الغطا يا خالد اهو. خلاص هنا ده الغطا، وجوه فيه على فكرة قطعة كمان اهي عشان تشيلها وتنضفيها. تاني الغطا يا خالد، على فكرة الباسكت فخم اوي 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 يعني بجد. منه اللون الجولد اللي احنا شايفينه ده، ومعاه كمان علبة المناديل. شايفين الجمال؟ كلها شغل، كلها شغل. علبة مناديل قدامنا اهي، من جوه اخده شغل، اخده قطيفة من الداخل. ارضية علبة المناديل اللون الجولد على ترابيزة الصالون او على التسريحة في اوضة النوم، بصراحة هيبقى خطير. الطقم ده علبة المناديل بالباسكت سعره معانا 800 جنيه. الطقم ده سعره معانا 800 جنيه. نشوف اللي بعده، اللي بعده لو سمحت يا خالد. في برضو طقم تاني باسكت يصلح للصالة الانتريه، طقم بيكون بسيط ورقيق جدا. طقم ماربيلا، بنسميه طقم ماربيلا عشان اخد الشكل الرخامي، اخد الشكل الرخامي. اللون ده يمشي كمان مع كل حاجة، اللون ده يمشي ويليق على كل حاجة عندك. بسمة امل ان شاء الله، قولي يا رب كده واعملي مشاركات وان شاء الله تكسبي معانا. تمام، هنبدأ كده مع بعض برضو في الطقم التاني ده. قلنا الطقم ده يصلح صالون ماشي، انتريه، صالة، اي حاجة من دي ماشي في كله. الطقم لو احنا شفنا كده الشغل اللي عليه اخد فصوص هنا اهي مع الجولد بتاعه. طقم ماربيلا، طقم باسكت ماربيلا بعلبة المناديل، من جوه ارضية العلبة قطيفة. الغطا طبعا بنكشفه عشان نحط علبة المناديل. بسم الله ما شاء الله، شياكة بجد شكل علبة المناديل. خامتها ممتازة. حط الغطا. طب هنا الباسكت، شايفين الجمال؟ الباسكت ده ما بيبقاش معاه غطا، اللي فات هو اللي بيبقى معاه غطا، ده بيبقى جواه بس قطعة. القطعة اللي بنشيلها دي عشان ننضف بيها، ننضف بيها، ننضفها وبعدين نحطها تاني، اللي هي القطعة الداخلية. هنا الوردة دي بارزة، الوردة دي بارزة. ده معدن، ده معدن معانا اهو، داير ما يدور اهو. تمام، هنا الرجلين بتاعت الباسكت برجلين برضو، واقف على رجلين اهو زي ما علبة المناديل برضو واقفة على رجلين. طب سعر الطقم ده معانا كام؟ سعر الطقم ده معانا 600 جنيه. سعر الطقم ده علبة المناديل والباسك وعلبة الباسكت 600 جنيه. نشوف اللي بعده لو سمحت. خطير الطقم ده برضو. لا الكريستال لو سمحت. هاتلي كده لو سيبه ده هنا كده لو سمحت، وهاتلي طقم الشاي. نبدأ دلوقتي برضو باستعراض باقي اللايف. هو شغل الكريستال اللي وصل برضو النهاردة،
بسم الله توكلنا على الله. النهارده وصل لنا مجموعه برضو جديده من الكريستال بالبلاتين، كريستال تشيكي بوهيمي، كريستال تشيكي بوهيمي. شايفين شغل البلاتين مع الورد البارز ده طقم الجاتو. احنا وصل لنا الشاي والجاتو، فبصور لكم دلوقتي طقم الجاتو وهنعرض لكم برضو طقم الشاي. طقم الجاتو طبعا بيكون 7 قطع، بيكون 7 قطع. اللي انا ماسكاه ده الطبق ده 6 قطع منه، والطبق الاكبر بيكون قطعة واحدة اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله فخم فخم. ده طقم الجاتو فخامة على حق. مفيش ستاند هنا، هحط ده كده عشان يظهر لو سمحت. عايزة ستاند. حطيلي كده على ستاند عشان يظهر. شايفين جمال الطبق الجاتو، كريستال تشيكي اصلي بيور تقيل، خامة ممتازة، شغل حفر، مطعم بالبلاتين والوردة البارزة. لو سمحت يا خالد بعد اذنك هتعبك، عايزة لبنية وسكرية للطقم الشاي. برضو معاه بيكون طقم شاي عبارة عن 6 فنجان حفر بالبلاتين. شايفين شغل البلاتين وهدوءه هادي، يعني شغل البلاتين تحس فيه كده حاجة رقيقة فيها هدوء أعصاب لأبعد الحدود. ده طبق الفنجان الشاي. طبق الفنجان طبعا بيكون 6 قطع مع فنجان شاي، 6 قطع لفنجان الشاي كمان. خدنا بالنا هنا الفنجان مختوم بوهيمي، غير الاستيكرات كمان اللي بتكون على الفنجان. تمام، بعدد 6 فنجان مع عدد 6 طبق للفنجان. يكون معانا كمان لبنية. انهي؟ لا ايوه هنجيبه حبيبي الكاكاو والمرانو. برضو الشغل كله هنعرضه ان شاء الله اللي وصل النهاردة. دي اللبنية حفر، لبنية حفر بالبلاتين والوردة البارزة، كريستال شغل اصلي مختوم. ختم معانا هنا اهو بوهيمي، زائد كمان الاستيكرات بتاعته. بيكون عددها 1 قطعة في الطقم. بيكون معانا برضو سكرية، بالسكرية اهي. انا خليت خالد والله طلع لنا كل المكونات برضو عشان اوريها لكم من الطقم. معانا السكرية، ده الغطا، كل حاجة، كل قطعة عندي في الطقم ده عليها الختم بتاعها وعلى الاستيكر بتاعه. شايفين الجمال والرقة، برضو الختم هنا اهو. لسه ملك الطقم بقى اللي هو البراد، لسه كده معانا البراد. يبقى كده طقم شاي وجاتو 24 قطعة، طقم شاي وجاتو 24 قطعة، كريستال تشيكي بوهيمي. شايفين الشغل ده، الشغل التقيل اللي يستاهل ثمنه صح. يعني الشغل ده ينور جوه دلاب الفضيات، ينور في نشتك. قلنا كل قطعة عليها اختمها. الشغل اصلي نضيف جدا جدا. خلي تشوف لي كده اجمالي الطقم ده، الالة كده لو سمحت ابو كريم عشان اقول سعره برضو في اللايف. ثواني كده الآلة كده بعد اذنك. عايزة برضو ان انا اقول لكم سعر الطقم. الطقم ده سعره 6300 جنيه، طقم كريستال 24 قطعة، كريستال تشيكي بوهيمي اصلي، كريستال تقيل، خامة بيور. سعرها 6300 جنيه، عبارة عن طقم جاتو 7 قطع بالجمال اللي احنا شايفينه ده، وطقم شاي كريستال 17 قطعة. يبقى اجمالي الطقم 24 قطعة وسعره 6300 جنيه. مش مهم الحاجات دلوقتي، وخليكم انتوا يعني، خلينا احنا كده لو بعد اذنك احنا نشيل ده كده بقى خلاص.
وعايزة بعد اذنك الكاكاو الميرانو. جمال البلاتين شغل كده خطير. النهارده انا عامله لكم جوله في شغل البلاتين عامه. هقدم دلوقتي طقم ميرانو، طقم ميرانو فاتورته كام؟ بسم الله ما شاء الله. احنا هنا يعني اما بنقدم منتج شوف السعر اللي احنا قلناه وشوفيه بره بكام. هتلاقيه موفر عن بره بكتير جدا جدا فوق ما تتوقع السعر. فعلا الطقم بقى اللي احنا هنصوره ده طقم ميرانو، يعني بجد حاجة كده خطيرة، بجد حاجة من الاخر زي ما بيقول. كنوز مالك انت عايز تكسبي معانا كمان يا كنوز؟ عموما شياري برضو والله احنا برضو هنمشي بما يرضي اللي هتعمل اكتر مشاركة على اصحابها واصدقائها وفي الجروبات وتمنشن هي دي اللي هتفوز معانا. هنستعرضه دلوقتي برضو. احنا عاملين النهاردة خالص جولة على البلاتين برضو. تمام؟ ده طقم كاكاو، طقم كاكاو نادر جدا 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 اصلا لما ينزل طقم كاكاو كريستال. يعني ان احنا نلاقي طقم كاكاو كريستال ده من النوادر زي ما بيقولوا. احنا النهارده جبنا لكم طقم كاكاو كريستال. اللون ده يعتبر فيروزي ولا لونه ايه؟ لون لبني سماوي فيروزي مش عارف. انتوا عموما انتوا بقى شايفين اللون يعني. تمام؟ ده شغل ميرانو. نعم محطوطه في الدرج، يعني حطاها في الدرج. ميرانو ايطالي، شغل كريستال ميرانو ايطالي 24. تمام؟ ده الفنجان، شايفين الجمال؟ شغله بالبلاتين مع الورده البارزه مع اللون بتاعه، يعني بجد تحفة تحفة فوق ما تتوقعهم. الطقم ده بانفراد بمعرض كريم للأدوات المنزلية، وزي ما أنا قلت لكم كل قطعة فيه مختومة، كل قطعة فيه مختومة. أنا مختوم برضو ميرانو، غير الاستيكرات طبعا اللي بتكون ملزوقة إن هو هنا ميد إن إيطالي. ده جمال الطبق، جمال الطبق بتاع الفنجان. اللون البلاتيني اللي فيه مخليه ليه رونق تاني، رونق تاني بدق أعصاب من جمال، حاجة كده من الآخر بجد. الميرانو، الميرانو في التانية. تمام شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص عينه بقى خلاص. طبعا ده بيكون 6 قطع. انا يعني بجد مبهورة بيه، يعني تلاقيني واقفة قدامه مش عايزة اشيله. ده 6 فنجان كاكاو، 6 فنجان كاكاو و6 طبق للفنجان. تمام؟ طب شايفين دي بقى؟ شايفين الحاجة الكيوت الطعمة، الحاجة الجديدة دي، الحاجة اللي مش عارفة اقول ايه بجد من جمالها. كلها هنا يعني، شايفين من هنا لهنا كمية بلاتين رهيبة. كل ده شغل بلاتين جامد جدا. معانا كمان الوردة البارزة اهي، واللون الغريب المختلف بتاعه ده اسمه فيروز على ما اعتقد. قولوا انتوا يا جماعة اللون ده فيروزي ولا بتسموه سماوي ولا بتسموه ايه؟ لان انا فيروزي، انا حيرانة فيه بجد. خالد هاتلي خلاص يا خالد جبته. يبقى هنا دي قطعة واحدة في الطقم. ومعانا كمان البراد شكل مختلف، براد شكله مختلف. هاتلي يا خالد معلش اللايف هنا كده تاني عشان راح، هاتلي على جهازك كده عشان اتابع التعليقات، لانه مش ظاهر عندي على اللايف على جهاز اي تعليق. شايفين هنا البراد ده الغطا،
بسم الله ما شاء الله. حطه هنا بس اقول ايوه تمام شكرا. ده الغطاء انها بسم الله ما شاء الله. شكل البراد الداخل يعني انا كده مقدم بقى الكاكاو بتاعي في حاجه زي دي. يا سلام، ولا احطه في دلاب الفضيات او في النيشه، حاجه كده مختلفه مش حاجه تقليديه، شغل كده مختلف خالص. طقم مرامو، شايفين الجمال من بعيد بتاع البراد. بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي الواحد فعلا يجيبه. دي بقى طبعا البراد بيكون قطعه في الطقم، بالغطا يحسب قطعتين لان الغطا بيحسب قطعه. دي بقى السكريه، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. بيكون طبعا عدد السكريه واحده والغطا يبقى اتنين، يبقى عددها اتنين داخل الطقم. دي السكريه اهي، شوف بقى الجمال كده. جمال الطقم، الشياكه. طب الطقم ده يا ترى بكام؟ الطقم ده بقى للناس اللي ايه يعني اللي عارفه قيمته صح. الطقم ده بسعر جملته زي ما بيقولوا، عشان بس احنا كفايه علينا مكسبنا ان انتوا تعرفونا ونتعرف عليكم، ده مكسبنا الوحيد. الطقم ده سعره 5750 جنيه، 5750 جنيه من اصل 7500 على فكره. الطقم ده شوفوه في اي مكان تاني ب7500، احنا عندنا الطقم ده ب 5750 جنيه فقط لا غير. وهنبدا نشوف باقي المجموعه من البلاتين برضو. شيل ده كده يا خالد بعد اذنك، والله مش هين عليا اقول لك شيء بجد، مش هين عليا الجمال ده اقول لك شيء. هات لي طقم الشربات الكريستال بالبلاتين برضو بعد اذنك. هي مجموعه جت بسم الله ما شاء الله كلها احلى من بعضها بالبلاتين. دي اللي غطا، ده طقم شربات حفر. لا لا هاتوا متهيألي ماشي، هتدخل ولا لا؟ حطوا كده نجرب. الرف قصير، الرف هيكون قصير. لا شيل الغطا كده، شيل الغطا، هات الغطا كده في ايدي بعد اذنك. ده غطا غطا القاروره لوحده حاجه كده، وان شايفين الغطا بتاع القاروره كان نفسي احطه بس الرف بصراحه عندي قصير. ده الغطا كريستال، شايفين نقاء الكريستال، كريستال تقيل، خامه نظيفه. كريستال كل ما يكون تقيل كل ما يكون غالي على فكره، وتعرفي ان هو نظيف. تمام، دي قاروره حفر، قاروره حفر شايفين، بالبلاتين، بالورده البارزه. لا لسه يا حبيبي سيبها كده، بالبلاتين والورده البارزه، شايفين الجمال. كل حاجه فيها عندنا شغل اصلي. شوف برضو استيكراتنا والختم بتاعه هنا اهو من الجنب التاني، استيكر بتاعه ومختومه اهو بوهيمي. شكلها بقى من بعيد، شايفين الجمال. بسمة امل، ما فيش مبروك مره، قولي قولي يا رب. احنا يوميا هننزل هدايا، يوميا في هدايا، فان شاء الله اكيد هيكون لك نصيب، بس انت اجتهدي معانا. بيكون معانا 6 كاس. لا ان شاء الله مش هتتحذري، ما تقلقيش يا بسمه. معانا هنا 6 كاس شغل حفر مطعم بالبلاتين، شايفين الجمال بتاع الكاس. خد كده يا خالد الغطا بتاع القاروره عينه. كاس كريستال تقيل، خامته ممتازه لابعد الحدود، شايفين هنا برضو بلاتين على ايد الكاس. نشوف الاستيكر اهو، وبرضو مختوم بوهيمي. الطقم بيكون 6 كاس مع القاروره التحفه اللي احنا شايفينها دي ب 2500 جنيه بس. الطقم ده ب 3500، احنا منزلينه ب 2500 لصاحب النصيب. هنا كل الشغل ده متكلف بالبلاتين، كل ده بلاتين، وهنا بلاتين برضو.
تمام. الطقم ده قلنا ب 2500 من اصل 3500، الطقم ده ب 2500 من اصل 3500 لصاحب النصيب. شيله كده يا خالد، نشوف اللي بعده بعد اذنك. لا، في كاس بلاتين اجا برضو النهارده. انا اصلا ما عدتش قادر من لحد كده، وستوب بقى نكمل بكره. ده كاس بلاتين برضو، كاس كريستال تشيكي بوهيمي. هات الكوبايه ال 12 ويبقى انا كده ستوب بقى، نكمل يوم تاني ان شاء الله. الكاس هنا مختوم اهو بوهيمي برضو بالاستيكرات. الطقم بيكون 6 قطع. الموديل ده اسمه زهرة اللوتس. هنا اخد الرسمة بتاعته، عبارة عن زهرة لوتس من هنا هي بتاعة الايد. هنا في شغل بلاتين طالع بحفر، حتى الكنار اللي فوق اللي في النص ده اللي هو شغله كله بلاتين، ادنا بتحكي فيه يعني الورد اللي فيه كله بارز، يعني مش حاجة كده مسح واي كلام، لا الشغل ده كله بارز. الكاس ده معانا 6 قطع، حفة حتى بلاتين اهي، شايفين الجمال بتاع الكاس ده. 6 قطع ب 1200 جنيه، كاس كريستال تشيكي تقيل بوهيمي اصلي ب 1200 جنيه، 6 قطع. شيله كده يا خالد عشان نشوف بقى اللي بعده، عشان كده يبقى انا ستوب. ده بقى سعره فرصة تعتبر ببلاش، شغل بيتعمل لنا مخصوص، او بمعنى اصح بنجيبه لنا مخصوص، كريستال شهرزاد بالكنار الاسمر، وشوف هنا مع الذهب مع الفضة، او بمعنى صح مع البلاتين، ذهب مع كنار اسمر. طقم 12 قطعة، كريستال تشيكي بوهيمي. طقم اهو 12 قطعة كريستال تشيكي بوهيمي بالجمال ده، وسعره 1100 جنيه. الطقم ده 12 قطعة، 6 من المقاس اللي انا شايلاه ده كده، تمام، 6 قطع من المقاس ده بسم الله، و6 قطع من الشوب ده اهو، يبقى 12 قطعة سعرهم معانا 1100 جنيه. سعر الطقم ده معانا 1100 جنيه، طقم 12 قطعة، تحفة فنية. وانتظروني ان شاء الله في لايف غدا في نفس التوقيت تقريبا عشان نعلن اسم الفائز. المسابقة شغالة، وهنقعد نشوف مين اللي شاير معانا ومين اللي عمل منشن من هنا لبكرة الظهر، من هنا لبكرة الظهر لو لنا عمر ان شاء الله، وهنعلن اسم الفائز بالجائزة اللايف الجاي بكرة بإذن الله. فانتظرونا مع معرض كريم للأدوات المنزلية، عنواننا دمياط باب الحرس مستشفى الجلدية صيدلية الجمهورية بجوار قصر الفرج وقرات للأساس. طب احنا مثلا تقول احنا محافظات، طب ماشي، اللي في المحافظات بنوصلهم يا جماعة، وبرضو بفضل الله بنوصل لدمياط بالكامل والمنصورة والمحلة، منصورة المنزلة، المحلة طنطا، العاشر من رمضان، الزقازيق، فقوس، القاهرة، الجيزة، الهرم، حلوان، اسكندرية، القليوبية، المنوفية، لا معناش المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، البحيرة، الأماكن دي كلها بفضل الله احنا بنوصل لها. طبعا الحاجة بعد ما بتوصل لك بتفتح من حقك ان انت تشوفي المنتج قبل ما بتحاسبي المندوب، تطمني ان المنتج وصل لك سليم، لان في ناس كتير بتبقى خايفه المنتج يوصل لها في كسر او في حاجه، وده من حقك طبعا، لان معظم الحاجات دي بتبقى شوار لبناتها. فانت بتفتحي الكرتونه بتطمني ان المنتج وصل لك سليم، بتحاسبي المندوب على ثمن التوصيل وبتحاسبي المندوب على ثمن المنتج، وده بيكون منا ليكي يعتبر خدمه ان احنا عملنا خدمه توصيل كمان، وكل ده لحبايبنا وحبايب معرض كريم للادوات المنزليه. واتمنى ان انا اكون شرحت بما فيه الكفايه الشغل اللي وصل لينا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتوحشوني، والف الف مبروك للي كسبت معانا النهارده. اسمها يا خالد كنوز مالك، هي اللي كسبت معانا في اللايف بتاع امبارح واعلنا فيه النهارده، ففي انتظارها ان هي تيجي تاخد جايزتها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.